جات تعرف على جوزها.
تفضل. هو سمير ناجي هو؟ حضرتك متأكدة؟ طبعا متأكدة، في واحدة ست في الدنيا بتوع عن جوزها حتى هو ميت. هو يا مدام نفس الشخص؟ أيوه. حضرتك تعرفيه؟ اللي أعرفه مرحوم كان حبيبي. حبيبك؟ صحيح اللي اختشوا ماتوا أهو عندك، اشبعي ليه؟ مدام من فضلك ما اقدرش استنى مرة دقيقة واحدة بعد كده، حبيبتي تتكفل بيه، أنا حيالله كنت مراته. يا مدام إحنا مش في مراته حبيبته، ده قتيل ولازم نعرف مين اللي قتله وقتله ليه، وحضرتك لازم تدلي بأقوالك كاملة. ناقص كمان تقولي إني متهمة. التحقيق هو اللي هيحدد مين المتهم. أنا اللي جبته لنفسي، أنا غلطانة، تعبني وهو عايش وكمان هيتعبني وهو مقتول. يا مدام المرحوم كان حبيبي قبل ما يتجوز حضرتك، وإحنا سيبنا بعض من زمان قوي، كان في حاجات كتير بتفصل بينا. من فضلك لو سمحتوا، ده مكان ما يصحش حد يتخانق فيه، اتفضلوا. يا فندم، انا اعرف ان في ستات كتير قوي بيقتلوا اجوازهم الايام دي، بس انا لا يمكن اكون واحده منهم لسبب بسيط قوي، لان انا كنت عايز اخلص من جوزي اطلقه بدل ما اقتله، لان العصمه في ايدي ومالوش عندي اي حاجه غير شنطه هدومه، وبرده الشنطه والهدوم انا اللي شاريها له. يا مدام انا ما اتهمتش حضرتك بلادي، كل ما في الامر اننا عايزين نعرف شويه معلومات عن المرحوم جوزك. للاسف ما عنديش معلومات كافيه. في ست ما عندهاش معلومات كافيه عن جوزها؟ أنا مش عارفة أقول إيه، بس يا ترى حضرتك هتقدر تفهمني ولا لأ؟ أحاول أفهمك يا مدام. الوحدة، ربنا يكفيك شر الوحدة، واحدة ست زيي الحمد لله غنية مش فقيرة، صحيح يعني لسه جميلة برضه، سن كبير شوية ما أقدرش أنكر، لكن يعني عندي إحساس وشعور زي ما أكون في سن 30 سنة. قدام الظروف دي لازم يكون في حد معايا يسليني يكلمني اكلمه، عشان كده عرفت سمير بسرعه واتجوزته بسرعه، يعني هو راجل في البيت وخلاص. للدرجه دي؟ للاسف اه، ودي غلطه مني، انا اعرف ستات اصحابي كتير لهم نفس المشكله، بس هم حلوها بطريقه تانيه خالص، يعني اللي جابت بغبغان تتكلم معاه، اللي جابت كلب تحميه وتعمل له شعره عند الكوفير، لكن انا لو كنت جبت كلب ومات على الاقل ما كانتش هتيجي كلبه وتقولي ده كان حبيبي. يا مدام اذكروا محاسن موتاكم. لما يكون له محاسن، لكن اديك شايف بنفسك، فضايح فضايح. مدام اخر مره شفت المرحوم كان امتى؟ صح السؤال ده، انا قاعده استناه من الصبح، هقول لحضرتك شفته فين وقدام مين. انا عندي شوط كمان، انا النهارده بقى عايز اعوض خساره امبارح. وانت كل يوم تكسبي، اختاري لك شويه بقى. اعوذ بالله يا ساتر يا رب. هنزلك يا جماعه، اتفضلي. ايه يا سمير نازل ولا ايه يا حبيبي؟ اصلي زهقت هنزل اصلا. تعالى معايا. ما كنتش عارفه ان سعاد عندها ولد كبير بالشكل ده. ده مش ابنها يا مدام عليا، قبل عنك ده يبقى جوزها. صحيح، عشان كده شبابه باين خالص في وشها. عيب، ما تسمحنا كده ما تصحش. ما تشربش كتير النهارده، عايزك ترجع لي فايق. اللعبه دي هتخلص امتى؟ يعني 2:30 3 بالكتير. طب باي باي. ايه يا سمرا؟ باي باي حاف كده؟ قلت لك يا جماعة. باي باي. باي باي يا روح قلبي. باي باي. وبردون يا جماعة. زعلانة منك يا سعاد تتجوزي من غير ما تقولي لي. اعمل ايه يا روحي؟ اصل كنت مسافرة. يا سعاد، على العموم هو شاب ممتاز. اعمل ايه؟ بقيت اخاف من الوحدة قوي، وبصراحة بقى البيت لما يبقى فيه راجل الحرامية تخاف تخشه.
هي دي فايدة الرجالة يا سعاد؟ يعني و... بعد ما خرج ما عرفش راح فين، وبعد كده اللي شفته في المشرحة. بقول لحضرتك ايه، ما تسأل حبيبته يمكن هي تعرف اكتر. العقيد عايزك يا مدام. سياده العقيد عايزك. انا تحت امر سياده العقيد. سلام يا فندم. صباح الخير. صباح النور. طبعا الولية الكركوبة اللي خرجت دي لا يمكن تكون اعترفت بحاجة، مع اني متأكدة انها اشتركت في قتله زينا بالظبط. اتفضلي يا مدام، احب اجيب لك قهوة؟ لا قهوتي، انا كده تمام قوي. ممكن اشرب سيجارة؟ قوي قوي، اتفضلي. الهانم خدت الفرج؟ هي موجودة في بيتها وتحت امرنا في اي وقت، مفيش اي سبب يخلينا نحجزها عندنا. وحضرتك برضو لو مفيش اي سبب هتتفضلي بألف سلامة. لا انا هستنى معاكم هنا. حبيتكم. عندك فكرة المجني عليه اتقتل ازاي؟ عندي فكرة عن كل حاجة. مين قتله يا مدام؟ مين قتله بالظبط انا مش عارفة، بس الشلة كلها اشتركت في قتله وانا معاهم طبعا. والشلة قتلته ليه؟ من غير سبب، دي كانت لعبة. كانت لعبة لكن قلبت بنكد وغم. سمير مات في اللعبة. طب والشلة دي مين؟ شلة حشاشين. كمان؟ طب مين هما ولاقيهم فين؟ الأستاذ طلع حسين الشرباجي. ما جاش النهارده يا فندم، يلزم أي خدمة؟ لا كتر خيرك. انت عباس؟ عباس المخ. ايوه انا. اتفضل معانا. على فين؟ اتفضل معانا قوم. اه عرفتك. اسمعوا يا رجاله، تعالوا تاخدوا بالكم من راحة الزباين وتعملوا الاكازيون السنوي في ميعاده، واللي بيشتروا النهارده تخفيض 50%، كفايه الخضه اللي خدوها بالبلاش. يلا بلاش يا اخي، يلا يلا. مش دي ايدك، انا حاجب عاجب مزاج. بلا مزاجك بلا بتاع، يلا قوم. مش عايزين نبهدل بعض. خدوه. الله، ايه في ايه؟ اطلع هناك. انا جاي بمزاجي. اوعى ايدك. ايه يا فوضى؟ انتوا عارفين انا مين؟ اطلع بره. اوعى بقول لك. انا حاجب بمزاجي. اوعى بقول لك. انتوا عارفين انا مين؟ اركب. انا حاكم بمزاجي. اوعى بقول لك. الله الله، ايه في ايه؟ اسمع، انا جاي بمزاجي. الشركه حاليا عندها عجز في رصيد العمله الصعبه، علشان كده مش قادرين نشتري اي حاجه. بتوع الحشيش غلوا علينا الدولار، الحشيش سعره بيغلى. يغلي معاه سعر الفول المدمس. انت عايز تحميل ابراهيم؟ اكلمك بعدين. ايوه اتفضل معانا. هنروح فين؟ اتفضل معانا. ايوه ايوه اتفضل. في ايه؟ شوف لي معاك حجرين حشيش. طب ايه يا عم طلعت؟
حجريني. ما الحجرين اللي كانوا معايا انت خدتهم. بسم الله ما شاء الله مفعولهم باين عليك قوي يا عم طلعت. يا واد مش عشاني انا عاوز اخلط بيهم الطعم بتاع السمك. اصل ما فيش ولا سمكه عاوزه تهوب من السناره. والتعميره يا اللي هتخلي السمك يلقط في الطعم. يا راجل ليه؟ السمك صاحب مزاج هو كمان ولا السمك وغير السمك يا ابني. الصنف ليه تأثير فعال على كل خلق الله، انس وجان وطير وحيوان. فهمت يا غيبوبة؟ فهمت يا عم طلعت. بس دي اخر حتة معاي نفسي اعملها سيجارة. يا واد سيجارة ايه؟ هو السمك اللي انا بطلعه ده مش انت اللي بتاكله؟ ايه؟ وبما ان السمك هيطلع مسطول يبقى انت هتنسطل. فهمت يا حبيبي؟ ايوه صح كلامك مظبوط. كلامك مظبوط يا عم طلعت. بقول لك ايه، حته تعمير انما هي حته تطلع قراميط. وريني. لا دي هتطلع قرش يا واد. ناكله ونشربه. الله يجزيك يا عم طلعت. ايه الاسد تكده اللي ماشي تفكده، اهو الرجال نايم ده، اللي صح النايم ده. يوصل الاختراع ده انا صاحب الاكتشاف ده. اطمن اطمن يا طلعت افندي، حقك محفوظ. السمك هيبقى برخص التراب يا حربي. انا ليا صديق مركزه كبير قوي في مؤسسة الثروة السمكية، هقول له على فكرة صيد السمك بالحشيش. ايوه الناس هتاكل سمك وتقلي السمك وتعملوا صيادية وطواجن، ده هياكلوا السمك مع الشاي في الفطار كمان. حلوه دي يا هلا. انت طلعت تستني الشباكي؟ ايوه يا فندم. وانت حربي؟ ايوه بيه. اتفضلوا معايا. مش هنلحق نشوي السمك. اتفضلوا اركب تواو. الحمد لله على السلامة. هلا هلا ده احنا كنا هنشوي. ده احنا كنا هنقلب المشتل شبر سمك. اسمعوا يا جماعه، اسئله اسئله كتيره قوي. الحمد لله ان دماغي موزونه وتمام التمام وهستحمل. احنا ما عملناش حاجه يا عم، الراجل كان عطشان نزل يشرب من ميه النيل. العوم العوم مهم جدا في حياه البني ادم. احنا مش بني ادمين، احنا مساطين. طب انا وقت العيال من باب احترام لك يا باشا. لا هو وصلت اقعد يا ابني. نايم على الدلك يا ريس، مش خساره كلنا شربناها. خساره فين يا غشيم؟ الكلام ده برضه. مظبوط، اهم حاجه اننا برضه صحبه مع بعض، ان ربنا ما يفرقناش قد كده. الو الو، جبت التمويل يا باشا؟ جبت انت. لو حد سأل عني انا مش شايف. لا شكرا. ولو حد سأل عني انا هنا وتحت امر. مظبوط.
يا جدعان في ايه؟ احنا مالنا قاعدين بعيد عن بعض كده. ايوه. ما تقربوا نقعد عشان الجوزه تلف علينا وهي ما تريحها. يا جدعان بس يا جدعان تنكر الصعيد. الو ظابط مبعث اسيوط موجود. مساء الخير. مساء الفل. خد جرب خط رزق. حد يرد عليا. انت تقول ايه؟ احنا ما قتلناش الجدع يا سعاده الباشا، ده هو طب علينا وهو مقتول جاهز. هو انتحر يا فندم. حاكم في ناس كتير قوي بتكون عايزه تنتحر وما بتعرفش تعمل ده ازاي، بتسيب روحها تموت بمزاجها. المرحوم مات بمزاجه يعني انتحر. هو مات قضاء وقدر، مفيش داعي نظلمه ولا نظلم غيره. انا لو فرد يا سعاده الباشا، هو لو ما كانش مات على ايدينا كان هيموت على ايدين ناس تانيه. من لم يموت بالسيف مات بالمطوه يا سعاده الباشا. هقول ايه تاني؟ انت سالت وانا جاوبت. انا سبب لكن ما قتلتش. ماما فندم. استني انت يا مدام نديم، خد كل المتهمين دول على الحجز. اتفضلي استريحي يا مدام نديم. ادخن اوي اوي براحتك. ها احكي لنا ازاي انت كنت السبب. ما هو لو ما كانش شافني ما كانش مشي ورايا، لو ما كانش مشي ورايا ما كانش وصل للغرزة، لو ما كانش وصل للغرزة كانش اتقتل. أصلنا كنا حبايب بس الزمن حدفني بعيد وحدفه أبعد، بعنا من بعض. بس ما كنتش أعرف إن الزمن زي ما بيبعد برضه بيقرب. في الليلة السوداء حضرة الضابط جالي شغل، شغل مستعجل. وحضرتك بتشتغلي ايه؟ شغلتي الناس المثقفين بيقولوا عليها اقدم مهنه في التاريخ. هاي مش قلت لك ما تقلقش، البنت موعدها زي الساعه. يولع معك حق. اهلا اهلا اهلا. بونسوار. يا هلا يا هلا. نادية أبو عماد. أهلا أهلين. عن إذنك خلي بالك منها بعيوني من جوا. متر ملوش لزوم. نطلع على طول. بأمرك يا عيوني. اديني واحد دبل. كنت معزوم. عند مين؟ عند زبون يا سي السيد. عن اذنك استني هنا. زبون ايه؟ هات ايدك، انت اتجننت. ردي عليا. الله، كنت عند زبون بعمل له مساج، اصل شغاله في التدليك الايام دي. استريحت. سرحت بالليل. اعمل لك ايه وانت البعيد ما عندكش دم؟ جرى ايه تستعبط؟ وديني لو شفت خلقتك تاني هتيجي بالقلم. للدرجه دي يا ناديه؟ ما تتمسكنش وحياه ابوك يا ناديه. انا بحبك. روح لحالك يا سمير،
كمل سهرتك، انا بقيت نتي تانية غير بتاعت زمان. كنت مستعجلة جدا، كنت عاوز اوصل للشلة باسرع وقت، خايفة يبتدوا اللعبة قبل ما اوصل. اصل احنا قلنا كل النكت اللي في الدنيا مرة واثنين وثلاثة لغاية ما بقت مسخة، وحكينا حكايات بدل المرة عشر. الرجالة حكوا على الستات وانا حكيت على الرجالة لغاية ما زهقنا، قلنا ندور على حاجة جديدة. اتفقنا ان كل واحد في الشلة يحكي حكايته، هو مين وليه شرب الحشيش. مكناش نعرف بعض، ما كانش بيجمعنا غير غابة الجوزة. أقبل الليل ترالاري لارالالا. أمل حياتي يا ظالمني، الحجر خلص غيبوبة، الحجر الفاضي نشحنه. يا سلام. بعيد عنك حياتي عزيزي عليك. هلا ولا؟ انت احرق السماء. الله القمر وصل. ايه النور ده؟ قالوا القمر في السماء وش نزله في الكون. تاخرتي ليه يا نادي؟ الزبون كان باله طويل. خديش بوسه. ما تفكرنيش. اوعى تكونوا ابتديتوا من غيري. من غيرك مفيش حاجه تكمل يا جميل. خمس دقايق وجايه لكم، تكونوا سخنتوا اكتر. تمام. حلاوتك في الدنطله. يا شقي انا عايز خمسه يسطلون. مش تقول لي الخمره ابعد يا شطار. غاوتها سنه وبعدين كرهتها. قعده الخمرجيه دي بتلم ودمها تقيل قوي، واللي علم الخمرجيه دول دايما صوتهم عالي، كل يقول لك انا جدع انا جدع. الله، يعني كلكم جدعان مفيش حد فيكم نص نص. الله، عالم كدابين قوي. الخمرة دي مزاج المفلسين والعشاق الخايبين. قلت ليش قالوا ليه عشان تعدي عليها بالعربية بدل ما كل واحد يجي بعربيته؟ ما انت عارف عزة اخويا، التليفونات دلوقتي ما عادش يؤتمن على اي كلام فيها. يعني انت خلصك اقول لك الو يا عزة، تقول لي الو يا عباس، اقول لك بينا نشد انفاس، كل السنترالات تسمعنا. دي كانت تتصدق. السنترالات وبس، ده ممكن ينقلها القمر الصناعي والعالم كله ينصت. عشان كده بقى يا عزة اخويا عدم المؤاخذة، لازم الكلام في التليفون يكون بحساب. اقول لك الو يا عزة، سلام يا عزة، وتك. الله الله الله. ايه ده؟ ايه ده؟ كل العصافير اللي فوق الشجره انسطلت. ما هي مسطول على طول. سبحان الله، كل العصافير اللي ربنا خلقها تصحى من الفجريه الصوصو الا عصافير الشجره دي. تصحى من النوم الساعه 2 الظهر. خلي دي معاك. ارمي اللي في ايدك. انت جبتي فيها. اقعد.
جذبتي حافي حافي اصبع بدك معاك. يا رب. انتوا مين؟ انا ولا حاجة. وبتعملوا ايه هنا؟ برضو ولا حاجة يا سعادة البيه. اصل احنا عدم المؤاخذة عاملين جمعية مسمينها جمعية الهواء النقي، فبنيجي صحبة بالليل ونشد شوية هوا وبنقابل البنات اللي في الكوتشينة. سيادتك عارف ان الدنيا زحمة والزحمة عاملة كتمة والكتمة طبع على الانفاس في الصدور، فبنيجي هنا نطلع الانفاس ونتعرف على بعض بالمرة. في حد هنا تاني غيركم؟ حد؟ حد زي مين يعني؟ واحدة ست. ده جاي ورا نادية. نادية يعني ما طلعش بقى واحد؟ دي عاملة تعملها يا ابني، دي عاملة تعملها، خليتنا جبنا مية. الحرب يا حربي، ده انت ليلتك اسود من فص الافيون. ابعدوا عني، ادي اللي بينوبنا من نادية يا عشاق. انا عملت لكم حاجة؟ انتم مساطيل ولا ايه؟ وكمان بتغلط فينا. مساطيل؟ احنا مساطيل؟ في حاجة هلا؟ انا ما عملتلكوش حاجة. ده انت فزعتنا، فوقتينا. الله يخرب بيتك، اديله القلم بتاعي. وخلتنا رمينا الحشيش. أيوة. وتعاملنا معاك بادب وانت البعيد ما عندكش ادب. متاسف يا سيدي. ايه متاسف دي؟ متاسف دي تقولها لواحد دوس على رجله في الاتوبيس، انما معانا احنا لا يا حبيبي. سيب الحشيش يا حرام الوله. انت شارب يالا؟ اتريك يا اخويا وانت بتكلمني مناخيرك مطلعه صهر. يا حضرات، الباشا طلع بتاع كوباية. ما جاش اليوم اللي يخلي واحد خامورجي زيك يبوظ لينا بالكلفة. طب بلاش البلوكة دي، هات الحشيش في الأول. ما شفتش حاجة. الحبل التاني يا حربي. شفت كل حاجة. هات أخوي. اتفضل اتفضل. تعرف انت عكنكتني وانا مش ناقص عكنكة. انا عارف الخمرجية بيقولوا علينا ايه، بتقعدوا مع بعض في البارات والخمرات وتقولوا علينا نكت بايخة وسخيفة. قال ايه مرة واحد حشاش زبطوه بيحشش حشيش ارانب، وانتوا مالكوا يا بايخين؟ احنا محترمين واسيادكم واراهنك واراهن مدير الامن ذات نفسه اذا زبطوا مرة واحد مسطول ماشي في الشارع بيتطوح ولا بيقول انا جدع ولا بيعمل شغل. واللي مجنني يا اخي ان الخمرجية دول مش محترمين، لكن البوليس بيحميهم. لو احنا نشحطط عشان نفسين لازم يدفع ثمن الشغب اللي عمله ده. ولا حربي يا نعمين، حم النار وغير ميه الجوزه وكرس ورص صافيه وخدت الاستك وعملته نبله. يا سلام. الله نعيما. كنت حاسه اني ملزقه، رحت الراجل اتلزق فيا. الدش فوقني. نبتدي اللعبه بقى. لا لعبه ايه؟ اللعبه اتاجلت. احنا الليله دي الحمد لله ربنا رزقنا بزبون هنتسلى عليه. انا لا يمكن اكون تخليها لشويه مساطيل. سمير مش قلت لك لو شفتك هتدي القلم على وشك يا نجل؟ اضربيه اضربيه، احنا كلنا ضربناه. ما بضربش راجل وهو متكسر. الله 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 الله، ده احنا ليلتنا هتبقى فل. صاحي نار يا حربي، ده في حسابات قديمه وحكايات مدفونه، والكلام مع الدخان والجوزه هيخليها ليله من الف ليله. لا يا عزه بيه، مفيش حاجه هتحصل غير اللي احنا اتفقنا عليها. اللي جابك هنا؟ جيت وراك يا نادي. جيت متأخر قوي يا سمير، جيت بعد خراب مالطة. فكوه خلوه يروح لحاله، ده ما ينفعش لأي حاجة حتى التسلية. ده باين عليه عامل عاملة سودة. كده بقى أنا فهمت، يبقى الولد ده هو اللي سلبها أعز ما تملك. صح يا نونة؟ عباس يا مو، ما يبقاش دمك تقيل. محكمة. احنا نعرف الموضوع ونحكم بينكم ونشوف الظالم والمظلوم وكل واحد ياخد جزاءه. ريح نفسك يا عم طلحة، اذا كان سمير جه ورايا يبقى دفع عليا.
واكرام الضيف واجب. كل حاجه هتحصل زي ما اتفقنا، يا كده يا بلاش. وازاي نحكي اسرار حياتنا قدام واحد غريب؟ غريب ايه يا عم طلعت؟ حكايته هي حكايتي. يبقى تاهت والاناه، ما دام حكايتك هي حكايته يبقى انت وهو اللي تبتدوا اللعبه. لا يا حبيبي، زي الاتفاق، سمير يتفك من على الشجره وبالقرعه. صح كده عدل، صح النار يا ري غيبوبه، وانا هجهز القرعه وانت فك صاحبك بمعرفتك، احنا مش هنضيع الليله في كلام فاضي. طقم الحجارة ده بعددنا 5 حجارة، 4 منهم ممضيين بتعميرة يا منسيني اسمي، لكن التعميرة مدفونة جوه المعسل عشان محدش يحمرق. الخامس فاضي، اللي حيشربه يبقى شربها وهو اللي هيبتدي. أنا قلبي داريني ولا حربي حم نارك بقى ورص الكراسي ودور علينا واحد واحد، اللعبة هتبتدي. ماشي يا عباس بيه. انور ليلى. ايوه دماغنا بقى، عايزين نسمع الشاب. ايوه اسمع. الحمد ده بتاعي. عيني يا مدام. التعميرة دي أحلى من ريحة البرفان. إيش فيه؟ اشرب يا راجل. سيبوه، ما تغصبوش عليه. الحجر ده بتاعي. عيني يا عزة بيه. أنا حظي دايما وحش. حجر الفاضي واقف على بيزي. عارف نفسي ده ما ماليش حظ. يبقى عزك بيه هو اللي هيبتدي، وما دام ابتدينا احب افكر حضراتكم الكذب ممنوع. مش عارف ابتدي منين، من الاول ولا من الاخر. انا بقول نبتدي من يوم الجنازه، جنازه المرحومه. أنا بقول ما يقعدش في الشقة دي، لازم يسيبها كام يوم. أمال يقعد فين يا سامية هاني؟ إن شاء الله ينزل في لوكاندا أو يشرف عندنا. أهلا وسهلا بيه. إيه ده؟ أهلا وسهلا يا فندم. لا ممكن نكتفي باللبن؟ رايح فين يا عز؟ داخل أوضة ماما. حاسس إني هدخل ألاقي حد جوه. مش مصدقني، خلاص مش هلاقيها. انت مش عايز صغير عشان تعمل كده. خلاص ادخل اشم راحتي. وبعدين معاك يا عزة. يلا المرحومة ربنا افتكرها في الوقت المناسب، خلي عزة تعيش بقى. ما عايش وهي دي كانت عيشة، المرحومة كانت حطها تحت جناحها على طول. يتجوز بقى ويعيش زي بقية خلق الله. We'll be right back.
احنا لسه مش واخدين خطوه. ممكن تحكي لي اللي حصل؟ هو في حاجه حصلت عشان احكيها؟ انا شكلي كان وحش قوي قدام المدام، موقفي كان حرج، حسيت اني صفيحه ميه ساقعه دلقت على دماغي. انا مصر على انك عادي جدا وزي كل الرجال، مش معنى انك فشلت مره انك هتفشل مره تانيه. الحبوب دي مش هتلاقيها دلوقتي لانها مش موجوده، دي تستعملها وانا واثق انك بعدها هتبقى عالي العالي. ده مجرد منشط. وده استعمله امتى؟ قبل ما تنوي بساعتين. طب ممكن كوبايه ميه؟ مساء الخير. مساء. ايه ده نهى؟ الفيلم ده اتذاع في التلفزيون 20 مره. وانا لقيت غيره وما اتفرجتش عليه. لا انا اجيب لك معايا فيلم جامد. عربي؟ عالم. ايه ده؟ عزت؟ ايه ده يا عزت؟ باين عليك مش مظبوط الايام دي، اوعى تكون لسه زعلان على المفهوم. وبالزعل كتير. اوعى تقول لي خلافات زوجيه. على العموم هو الجواز في اوله دايما كده. زرنه في اوله وفي اخره. وده اسمه كلام برضه عايزك يا اخويا. حد يروح للدكاتره في المسائل اللي زي دي؟ العلاج مش عندهم. شويه البلابيع والصفوف والروشتات بتاعتهم دي تاخر. انت علاجك عندنا. انت وراك ايه دلوقتي؟ ولا حاجه. خلاص تعالى معايا وانا هرجعك البيت زي الحصان. قالت لي وانت غريب يا حبيبي. اهلا استاذ فتحي وصاحبه. بعد اذنك يا بيه. لا مؤاخذه يا باشا. اتفضل يا بيه. اتفضل يا عايز يا باشا. وانت برطمان يا دوش الاستاذ فتحي. يا فوقه. طقم ولا طقمين يا سعاده البيه؟ اربع طقم وشعر معاه سياده فتحي. ليلتنا قشطه ان شاء الله. وعندك اربع طقم وراوشهم يا دوش. يا فوقه جاي. ايه الحكايه بالظبط؟ لا حكاية ولا رواية، المهم انك تروح من هنا زي الحصان. مساء الفل يا سعادة البيه. مساء الفل. خش. شديد شديد معلش. هو أول حاجة دايما كده. مساء الفل يا سفوق. مساء الفل يا بيه. أهم حاجة انك تروح من هنا زي الحصان. خش عليه يا سفوق. اوعى تخش عليه. مساء الفل يا بيه. ايه يا عزت؟ قلقتني عليك يا حبيبي. كنت فين؟ كنت في مشوار مهم قوي. طب ثواني اخلي الطباخ يحضر لنا العشاء؟ عشاء مين؟ احنا بتوع عشاء. تعالي. عزت. ايه بس ما تيجي. طب اسمعني اسمعني. استني انا جوه على بال ما ماشي الطباخ. ايوه ماشي الطباخ. يلا.
مالك يا ناس؟ مفيش. في حاجة بينك وبين عزت؟ ساكتة ليه؟ ايه المشكلة؟ المشكلة يا ماما ان انا وعزت عايشين زي الاخوات. يعني ايه اخوات؟ مش هقدر اتكلم اكتر من كده. انتي فاهمة كويس. رايحة فين؟ اجري شوية. الو اسف. انت مش قلت ان انت رايح النادي النهارده؟ دي نازله بقى. راح عند واحده صاحبتي ويمكن قاعدة على ماما وانا راجعه. هتتاخري؟ لو خرجت هترجع تلاقيني. اوكي. مش محتاج لحاجه يا حبيبي. ميرسي. باي باي. كابتن هشام من فضلك. دور التالت شقة ست. ميرسي. اسمها التوازن النفسي او الاستسلام للامر الواقع. الحكايه دي لو ما قدرتش تعملها من نفسك الانفاس تساعدك عليها. ربنا يكفينا شر اللي بتقوله ده. انا بعوني اياها اخش في الحديد اكسره. عندنا في الصعيد ما حدش يروح لدكتور في حاله زي دي ابدا. واذا راح لدكتور يقول له طلع لي شهاده وفاه. جنازته تطلع وهو عايش. ده حتى الجنازه بتاعته الستات ما تقدرش تمشي بيها. والله ثلاثة بالله انت واد مياس وبتاع عوانطة ومش بعيد تكون حالتك زي حالة عزة بيه. جربوني يا اخويا. وبعدين وبعدين معاكوا بقى الطقم الجديد اهو. اللي بعده اللي بعده جديد في جديد. مش خش علينا يا حرب. على عيني. حجر فاضي. دور عليا يا سمير. متهيألي تاخد بعضك وتمشي احسن لك. هيبقى شكلك وحش قوي. انتوا هتفوقونا ليه؟ محدش يقدر يمشي. احنا خلاص بقينا عرايا قدام بعض. عارفين المثل اللي بيقول اللي رماك على المر قال اللي امر منه؟ طبعا في الوسط بتاعنا بيسموني نادية بيجو. بس قبل ما ادخل الوسط كنت بنت ناس بحقه حقيقي. بس غلابة غلابة قوي. صباح الهنا يا صباح الفل. ايه ده؟
بتعملي ايه؟ ده انا قمت من الفجر عشان اخلص لك البلوزه دي عشان تروحي بيها الشغل. طب ما انا عندي بلوزه ثانيه. يا اختي بقت قديمه خلاص. وانت لازم تظهري مظهر كده قدام الناس. ده انت تشتغلي في شركه كبيره قوي. ربنا يخليكي ليا يا ام. يخليكي. همي يا صباح عشان تجيبي الفول وترجعي المكنه للمسيح. يا تيتا سيما مش كده. الصبر. هو في صبر اكتر من كده؟ دلوقتي المتعثره تاخد وقت اقل. قولي يا فتاح يا عليم. محبش حد يقفلي. يا فتاح يا عليم. يلا يا عيال شاهلوا. الحمد لله على السلامه يا زروي. الله يسلمك. يا ناديه راحت الشغل ولا ايه؟ يا صباح الفل. وانا اقدر اروح شغلي قبل ما اتسبح بوشك يا بابا ولا ادوق عيش غير اللي انت خبزه؟ ربنا يسعدك يا بنتي ويكافئك على افعالك. انت مظلومه معانا. الله، ايه لازمه الكلام ده؟ مظلومه ايه؟ هو انا مش بنتكم ولا ايه؟ يلا يا ولاد عشان تاكلوا قبل ما تروحوا المدرسه. ربنا يسهل لك يا بنت ويعدلها لك. يا رب. صباح الخير يا عم جابر. اهلا ست ناديه، خلي بالك من التراب. يا عم جابر نفسي اجي مره الاقيك خلصت الحكايه دي. انت بتيجي بدري قوي يا ست ناديه. اعمل ايه؟ لازم اخد اول اتوبيس عشان اسلم من بهدله المواصلات. يبقى لك عندي سندوتش يا عم جابر. انا في الحمام لغايه ما اتخلص. ماشي يا ستي. خدمة تانية يا أستاذ إبراهيم. شكرا أوي يا نادي. نادية، أكدتي على الحجز بتاع الأسرة علشان الجروب النمساوي؟ أيوة مرتين. مش عايز أروح هناك وتحصل لي مشكلة. الله، وأنت اللي طالع مع الجروب؟ هو في حد غير في الشركة دي بيتكلم ألماني؟ لا مفيش، بس يا خسارة إنها بتطلع على شونة. ليه بقى؟ أصغر أعضاء الجروب سنن 72 سنة، يعني معاك شوية ستات عواجيز محتاجين اللي يساندهم في الطلعة والنزلة، وأنت طبعًا تحب الحكاية دي زي عينيك. طب بقول إيه؟ وراك حاجة بعد الشغل؟ وراي روح بيتنا. ما تجراش حاجة لما تروح متأخرة ساعة. يكون في علمك إنك هتكون متراقب في الأقصر، ولو حاولت تلعب بديلك الأخبار هتوصلني في ساعتها. بس أنا متأكد بقى إنك مش هتعملي أي حاجة. مين اللي قال؟ محدش قال، بس انا عارف انت بتحبيني قد ايه ومش ممكن هتعملي حاجه تزعلني. يا سلام، للدرجه دي واثق من نفسك؟ طب ايه رايك بقى لو حاولت تعمل اي حاجه بجد او بهزار هقول لك مع السلامه. هو ده اكبر دليل على حبك ليا. طب وليه ما تقولش اني واثقه في نفسي قوي؟ ايه ده مالك مبسوط كده؟ ايوه كده تعدل. جاي امتى يا سمير؟ سمير؟ ده سمير يا ناديه؟ ايوه يا فندم. مش الاول تتكلم مع المدير بتاعك وتطمنه على شغلك وبعدين تبقى تحبه زي ما انت عاوز؟ ها؟ يعني كنت بتتكلم معاه على الشغل برضه؟ طب اسمع، في جروب نمساوي طالع الغردقه وانت هتطلع معاه، ما انت عارف مفيش حد غيرك بيعرف يتكلم الماني. مع الف سلامه. الف سلامه، خلي بالك من شغلك كويس. السلام. انا اسف جدا يا نادي، انتوا خلصتوا كلامكم ولا لسه؟ ايوه يا فندم، اصل احنا كلامنا ما قل ودل، وبعدين اتفقنا اول ما يوصل هنتقابل. ربنا يوفقك. سمير يا حبيبي ما تنساش ان انا متربيه في حي شعبي. ايه شغل العيال ده؟ هيحصل لك ايه لما تلبس ايدي؟ عاوزك تحسي بيا زي ما انا حاسس بيكي. انا حاسه بيك من غير ما تلمسني. دوب ايدك. بس شفتك. بحبك. مستني ايه؟ عاوزاني اعمل ايه؟ خطوبه وكتب كتاب في ليله واحده. وبعد كده ابقى كل ليك. ده يوم المنى. بس ما تنساش اني فقير.
وهفضل اساعد اهلي حتى بعد الجواز. عمر الفقر ما كان عيب. اه يا قبر اسود، بخاف موت من الناس اللي بتقول الفقر مش عيب، بحس انهم كذابين قوي. يا ناديه يا حبيبتي انا فقير زيك بالظبط، يعني محتاج واحدة فقيرة زي بالظبط عشان تبقى شريكة حياتي. فيها ايه لما نكافح سوا؟ يا حبيبي اذا كان على الكفاح هفضل اكافح معاك لغاية ما تقول يا بس، ان شاء الله حتى كمان اكافح معاك في الارض المحتلة. يعني موافقة؟ تتفضل تقابل ابويا عشان يبقى كلام رجالة مع بعض. احنا متشكرين قوي يا ابني، انت انستنا ونورتنا. الله يشرف مقدارك يا عمي. احنا يا ابني ناس على قد حالنا كده زي ما انت شايف. الناس مش بالفلوس يا عمي، الناس باخلاقها. جبت التايه، انا ربيت ناديه احسن تربيه، وربنا يسعدنا عشان اربي اخواتها كمان. ناديه زي الجنيه الذهب. طبعا يا عمي. والاصيل يا ابني بيدور على الاصيل اللي زيي. انت شرفتنا يا ابني. الله يشرف مقدارك يا عمي. صباح الخير يا نادي. اللي جابك بدري كده؟ جيت عشان اتكلم معاكي. اعتبر كل اللي انت عاوز تقوله لي وسني وزياده شويه كمان. اول ما قلت الفقر مش عيب خفت منك. فقر ايه؟ ولا انتوا عايشين في ده اسمه فقر؟ اسمه الفقر الذكر. ده لا ذكر ولا حتى انتايه، ده فقر مخنس ابن كلب يودي المورستان. عايشين بيه طول عمرهم زي الفل الحمد لله. انا مش عاوزك تزعلي مني. تزعلني بالعافيه ليه؟ ده كله مقدر ومكتوب، لا انت من نصيبي ولا انا من نصيبك. بس مش كنت تفهمني ان تطلعاتك برجوازيه؟ على العموم كمان شهر هيوصل جروب ستات امريكاني مكرمشين ومنقطين، ابقى اللي بعيشك وسطهم. سمير. ايوه يا فندم. تعال انا عاوزك. حاضر يا فندم. ابو جوده الزايد من عملاء الشركه الممتازين. عارفه طبعا يا سيدي. اه طبعا يا فندم عارفه. بعت لك سنجاي هو والعائله، وانت عارف ان هو مش غاوي يسكن دكاندات. شوف له شقه يا فندم، بس هو هيقعد كام يوم؟ 20 يوم بالكتير. تاخد احسن عربيه في الشركه وتبقى في استقباله في المطار. اما بخصوص الشقه فانا حجزتها خلاص. نورت مصر كلها، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا ابو السمور. كيف الحال؟ الحمد لله. لك يا ابو السمور مهما شرعت ومهما غربت ما بتلاقي احلى من مصر. مصر بتحلو اكتر بوجودك يا ابو جوده. على الله تكون الشقه عجبتك يا ابو جوده. ايه معلوم، حلو كتير، بس ذوقك الحلو. على بركه الله، احنا يهمنا رضاك يا ابو جوده. الله يخليك. للحقيقة أنا ممنون جدا من هالمعاملة الطيبة. اسمح لي أستاذ صفوت، هذا كادو بسيط ما هو إلا تعبير عن إعجابي الشديد بهالمعاملة الطيبة. إحنا ما فيش بينا وبين بعض هدايا بوجودة، أنت أكبر هدية لينا وللشركة. الله يخليك، أبو السمور ما تقلق هديتك بالسيارة. يا فندم زي ما قال صفوت بيه، حضرتك أكبر هدية لينا. الله يخليك، يا أستاذ صفوت خير الكلام ما قل ودل. بدي بنت ممثل حلوة نعمة مهذبة تكون مرافقة على العيلة. مش فاهم. يعني بتعرف العيلة بدها تشم الهوا، تطلع حرم، تنزل خان الخليلة، تروح ملاهي، نوادي. وانت بتعرف انا مفاضي لهالامور، انا بيجي لهون الي مزاجي الخاص. تحت امرك يا ابو جودة. الله يخليك مثل ما وصيتك، يعني تكون مهذبة مؤدبة. عندي البنت المناسبة. طب
قلتون؟ ايه؟ ما قلتوني شو اسم الممثل؟ اسمها نادية. نادية، بسم الله ما شاء الله اسم حلو. طيب كيفها معكم؟ زينة والله. والله ما بدري بدونها كنا ايش راح نسوي. والله نادية لها منزلة الاخت. الله يخليك يا فندم. على بركة الله. طيب اهديها هدية تليق بمقامها. على بالي والله. تعالى ابو سمور مساء النور. اتاخرت معلش السكه زحمه قوي يا ابو جوده. اتفضل. كام دول؟ دول 5000 دولار صفوت بيه. بيقول لحضرتك جرب حظك بقى ولو راحوا مش مهم. كويس. اي خدمه تاني؟ لا خير شكرا. عفوا ابو سمور. دخلك على البنت الحلوه الاموره السنيوره ناديه اللي مرافقه العيله تشوزه؟ لا. عظيم الله يخليك بدون ازعاج يعني. فيك تعطيني معلومات عنها؟ موجودة نادية مش بتاعت كده ولا كده. لا يا ابو السمور اعوذ بالله ما هات نيتي ابدا. امال انت ناوي على ايه بالظبط؟ انا باذن الله ناوي على كل خير. مدام كده يبقى كويس. طب قوم انت بقى جرب حظك الليله دي وان شاء الله بكره يبقى لينا كلام تاني. فاذا الليله هنلعب على نيتك يا نادو. اتفضل. انت يا اخت يا شاب متحمس وانا بيعجبني الشاب اللي مثلك. الله يبارك فيك يا ابو جوده. قلت لي شو المشروعات؟ المشروع بتاعي شركه سياحه صغيره بس كل اللي انا محتاجه تكاليف المكان والديكور ودي حاجه بتاعت 150 الف جنيه بس. مبلغ تافه زي ما حضرتك شايف بس هيفتح لي مستقبل كبير قوي. شلون ال 150 الف؟ طيب شو مطلوب مني؟ المطلوب من حضرتك تبقى شريك وهتشوف حضرتك بعد سنه واحده الشركه بتاعتنا هيبقى شكلها ايه. طيب خير فنير بسيطه ولا يهمك اطمن. دخلك شو اخبار مموزيل ناديه؟ مدموزيل ناديه ملهاش غير سكه واحده. شو هي؟ الجواز. يا حبيب قلبي لك ما انا هيدا اللي بدي. ايوه بس المساله دي صعبه عليك يا ابو جوده. حضرتك متجوز وعندك اولاد. ولو يا ابو السمور ما انت بتعرف ان انا بيطلع بايدي افتح بدل بيت 10 ما الامور ميسره. ربنا يجعلها ميسره على طول. طب تسمع نصيحتي؟ معلوم. تروح تكلم ابوها. تعرف وين بيتهم؟ صباح الخير. صباح النور. عايز مين يا استاذ؟ بدي الحاج درويش. مش هون بيت الحاج درويش؟ اتفضل يا فوز. شكرا. اتفضل استريح يا كان. شكرا. اتفضل استريح قبل ما اصحي لك الراجل. اصل عم درويش بيشتغل بالليل وبينام بالنهار. وستو ما نادي الظهر يا اخويا في طابور الجمعيه. شكرا. يا عم درويش. ايه يا عم درويش. يا عم درويش ايه يا عم درويش. ايه يا عم درويش. ضيوف ايه. أم نادية الأستاذ جاي لعم درويش وأنا صحيت. جاي لي درويش؟ أهلا يا أستاذ. تفضل عم الحاج. لا والله أستغفر الله. لا يمكن أبدا ولو. يمكن يا اختي رايح الوزاره ولا عنده اجتماع في مجلس الشعب. يا حاج درويش. ايوه يا ابني. الاخ ابو جوده من كبار رجال الاعمال ثروته تقدر بحوالي 5-6 مليون دولار. ربنا يزيد ويبارك. هو راجل طيب ويعرف ربنا كويس وطالب منكم ايد الانسه ناديه. يا سمير انت عارفنا كويس ولا ايه؟ احنا فين يا ابو جوده فين؟ احنا ناس فقراء غلابه على قد حالنا. إن شاء الله يا حاج أيام الفور حتنتهي لما بصير في نصيب. قصدك إيه؟ مش فاهم. يعني الحمد لله المال وفير. المهم بالموضوع إن أنا عجبتني بنتك بأخلاقها العالية. الأستاذ سمير عارف عننا كل حاجة. أنا راجل بشتغل بدراعي فران
واجرتي في اليوم. حاج ان شاء الله بكره بشتري لك فرن وسجله باسمك. الاخ ابو جوده مش هيسيبكم كده؟ ان شاء الله كل طلباتكم مستجيبه. قلت ايه يا حاج؟ والله دي شوف راي ناديه، ما هو لازم ناخد رايها برضه. تعرفين انه متجوز وعنده عيال؟ ما قاليش على الحكايه دي. ده انا كل يوم مع مراته وعياله، طول النهار دايره بيهم من هنا لهنا. يا بنتي الراجل رايدك لشريكي. شاريني بكام يا بابا؟ اتفقتوا على المساله دي؟ هو بيقول هيفتح لابوك فرن وانا هبقى ابن صاحب الفرن. وسي سمير قال لي. سمير مين؟ سمير خطيبك الاولاني. سمير لدرجاتي؟ نادي انا خارج اصلي العشاء، واللي عاجبك يا بنتي اعمليه، محدش هيخصبك على حاجه. طب بقول لك ايه يا اخوي، وانت بتصلي كده ادعي لها بالسبت. ما هو الخروج من هنا لا يمكن يكون من غير ثمن، علشان اهلك يعيشوا عيشه البني ادمين لازم تدفع الخلو بالكامل. الخلو مش فلوس، الخلو انت يا ناديه يا بنت درويش. يا خساره، الدنيا بتلعب بينا زي ما هي عايزه. يا ترى احنا اللي بنجري ورا النصيب، ولا النصيب هو اللي بيجري ورانا؟ عاوزه شقه لاهلي تكون واسعه ومفروشه كويس. صار. وتكون كمان في حته كويسه. صار. انت وعدت بابا بفرن. فعلا، لكن هون في روتين بالاجراءات فظيعه. بعدين بابا يا ام زيل صار كبير بالسن، لازم يرتاح. هو فعلا لازم يرتاح، بس ما يقدرش، لان اخواتي لازم. يا مدمزيل، حياه العائله انا مستعد امنها. بعدين بخصوص الوالد، انا مستعد احط له بالبنك باسمه 20,000 دولار. هو يتصرف فيها مثل ما بيرتاح. وانا انت لك انت الباقي كله. انت كل شيء بشرف الحق اشتري لك بيت عنا بجنن مثل ما جننتيني بهالعيون الحلوه. مراتك مش هتزعل؟ لا لا لا، ما كل واحد ببيته سلطان زمانه. يعني تامن لي مستقبلي. ولو شو بدك احسن من هيك مستقبل؟ حتكون الحاكمه الامره الناهيه. انت ما عليك الا انك تامري بس، وانا اللي بنفذ. فيش حاجه تانية؟ ولا حاجه. طبعا اتجوزني بدون علم مراته، ما كانش يقدر يقول لها. ما هم رجاله كده، قطط بعيد عن ستاتهم وفيران قدامهم. وكان الاتفاق يقابلني في مطار بلدهم. كان مجهز لي الشقه اوضه وصاله، اتحبست فيها وقت ما يعوزني يفوت عليا نص ساعه بالكتير، وبعد كده ما اشوفش خلقته. عرفت من ضحك عليا 3 شهور بالتمام والكمال، والعروسه اللي سافرت بفستان فرح رجعت بشويه هدوم في شنطه. ملعون ابو الفقر. رجعت لقيت كل الاحوال اتغيرت، الفلوس تلفت حال العيال، والشقه الجديده عاوزه مصاريف، وال20,000 دولار صبرت وطاروا. أبويا ساب الفرن، وطبعا العيلة لازم تعيش. شوفي الباب يا نادية، على عيني مش فاضية، ده أنا بكرة وجود دليل. سمير ازيك يا نادية؟ الحمد لله على السلامة. فيك الخير انك افتكرتني. انا ما اقدرش انساكي ابدا. اتفضل. قعدت ليه؟ انتوا ما بتقعدوش ضيوف عندكم هنا؟ الضيوف ليهم وضع تاني يا استاذ سمير. قصدك اني مش ضيف؟ انت جاي ليه؟ فاكر اني راجع من مؤخر صداق بالدولارات، ولا معايا 4 كيلو ذهب غوايش على سلاسل؟ انا بكتلي على شونه يا سمير، مش راجع غير بتذكره الطياره وشويه فلوس قدرت ادبرها من المصروف اللي كان بيديهولي. ناديه دي مش طريقه كلام ولا تفاهم. بوفر عليك الاسئله اللي هتسالها لي، ما عنديش حاجه تستاهل الطمع. ها هتقولي بحبك ولا هتستاذن؟
تتغيرت قوي يا ناديه، حقيقي انا اتصدمت فيكي. شكرا قوي على الزياره. ايه اخبارك يا ناديه؟ الحمد لله يا فندم. انا سمعت ان جوازتك دي ما كانتش موفقه. النصيب بقى. انا كنت عايزه اقول لحضرتك، هل ممكن ارجع الشغل تاني؟ ما اقدرش اوعدك يا ناديه، في حاجات كتير بتخلي المسائل صعب شويه. اولا في واحده تانية تعنيت مكانك، ثانيا جوازتك الغريبه دي ما كانتش مريحه للشركه. مش مشكله يا فندم، عن اذنك. ابوك الكبر خلاص ما بقاش بتاع شغل، واخواتك الصغيرين ما لهمش اي حيله. اخواتي بيتعلموا، هيشتغلوا ايه؟ نبيع الشقه دي ونرجع مطرح ما كنا. نرجع فين يا راجل؟ انت عايز تعمل لنا فرصه وفضيحه تتزعفينا العمر كله؟ والله ما اخش الحشده تاني، لا عايشه ولا ميته. ما تتحموش قوي كده، حتى الشقه ما نقدرش نبيعها لانها ايجار مش تمليك، وايجارها 350 جنيه في الشهر. بس لو كان ربنا يوعدك بواحد كده زي اللي راح، بس يكون غني ومليان. جرى ايه؟ ما تبقوني في ميدان العتبه احسن. ايه الشغلانه بقى اللي تقضي مصاريف العيله حسب المواصفات الجديده؟ طبعا حل الفزوره سهل، واصلها ابتدت معايا من بدري. لما فكرت لقيت ان اول زبون كان جوزي. انت السبب يا ابن الكلب، غدرت بيها في الاول وبعتها في الاخر، وبعتها رخيص. استنى استنى، انت عباس بيه، اتكلم يا راجل، انت ما تتكلم، قول. حربي حربي، ما تطلعش الحجرين من نافوخي. عزت بيه اعمل معروف، انت درجة حرارتك من خف على طول، بعد عنا انت الله يخليك. يا جماعة الليل قرب يخلص واحنا لسه ما خلصناش. انا هعتبر نفسي شربت حجر فاضي، بس بصراحة عاوز ازيح الحجر اللي على قلبي. كلك عادل يا طلعت يا فندم. انا مش يا فندم يا حبيبي، انا صحيح بشكاتب في محكمه، لكن انا الكبير قوي المهم قوي. جرى ايه يا عم منى؟ هي التعميره لحظت مخك ولا الهطله جات لك بدري ولا ايه؟ هو القاضي بيحكم بايه؟ بالمستندات. انا بقى عندي المستندات دي تحت تصرفي انا، مستند يزيد مستند ينقص، العدالة تحوت في سكة تانية. قاضي القضاة ذات نفسه ليه الوقائع، البراهين، الأدلة، المستندات. أنا بقى عامل تسعيرة، المستند اللي يختفي بقدرة قادر بكذا، الدليل بكذا، الملف بكذا كذا. وكله حسب نوع القضية. أنا اللي بحكم يا حضرات مش القاضي. الظالم أنصفه، المظلوم أنكبه. خلاص خلصت الحكاية والرواية، فاضل كام سنة على المعاش وربنا يسترها معايا عشان العيال. رص كرسي يا حربي ويخش عليا بالغابة، واللي عليه الدور يقوم من نفسه. أنا ما عنديش حاجة أقولها بعد كده. ما عادش فيها إلا أنا وأنت، وحجر مليان وحجر فاضي. هشرب أنا الأولاني، طلع مليان تتفضل أنت وأنا بعدك، طلع فاضي اتفضل انا وانت بعد. طلع حاف.
أنا بس اللي يعرف أنت الدنيا بتبقى ضيقة زي خرم الإبرة لما الواحد يلف ويدور على كعوبه طول النهار علشان يدور على شغلانة تستره وما يلاقيش، ويلف وهو جعان وهو تعبان من قلة النوم علشان مش لاقي حتة يفرد فيها طوله. وأنا طويل خلق ومش لاقي حتة. السينما عرض مستمر بسبع ساغ ونص التذكرة، ست ساعات نوم على كرسي بسبع ساغ ونص يا بلاش، بس نوم يكسر الوسط ويخرب الدماغ، هوسة وزيطة بتوع الكزوزة واللب وعاب السجاير عمالة تتحدف عليك من تحت ومن فوق، لا يمكن الواحد يعرف ينام او حتى يغمض له جفن. قلت اروح الاقي حجتتي عند واحد معرفة ساكن في حارة. لكن لازم الواحد يعمل حساب المقدر والمكتوب. تعرفين على الكلام ده معلم نملة؟ ما اعرفش عنه اي حاجه يا سعاده البيه، يمكن جم غلط في الفحم، اصل انا مؤاخذه بجيب الفحم مش شوال يا سعاده البيه. ذم ايه؟ خذوه وحرضوا على الحشيش ده. الله يخدوني يا بيه، انا مظلوم، انا ما عرفتش على الحشيش حاجه يا بيه، انا راجل ببيع شاي وقهوه، انا راجل اهواجي يا بيه، انا ماليش دعوه، الله انا مظلوم يا زلات. خدامك عباس المهر. يا لهوي والنبي يا شويش يسترك يا اخويا، يكبر بخاطرك، الراجل ما بقاش الزاد من ساعه ما اتقبض عليه. المامور مشدد علينا قوي الحكايه دي يا ست. يا شويش المامور قاعد في مكتبه وانت الكل في الكل، اخدمها يا نوبك سواد. ربنا يستر وما شفناش ضابط يهزقني. خد يا اخويا خد. خلي يا ست خلي. احنا بنخدم لوجه الله. ما هو كله يا اخويا لوجه الله. بس سايق عليك النبي، تخليه يطل عليا ولا يكلمني؟ لف بالنار. طب خد السبب. اسمع يا زينات، خلي بالك من نفسك وما تخافيش عليا. انا شديت لك محامي كبير قوي يا اخويا. المحارب يا زينتي، انت تخلي بالك من نفسك وبس. ده عباس بيقول ان النيابه هتفرج عنك يا اخويا. مين ده عباس ده يا زينتي؟ اللي واقف جنبي ده. ويدفع مين سعفان ده يا ديزي؟ الأبوكاتو ده جدع شهم طيب وابن حلال، إلهي يستره، هو الوحيد اللي وقف جنبي بعد كل أهل الحرم اتصلوا معايا، نسوا عشك وملحك يا معلم. المهم تخلي بالك من نفسك أنت وبس، وعايز إنك بتطمنه لسعفان ده، يبقى أنا كمان لازم أطمن له، خلي بالك من ستي يا سعفان. بيفعلها الاثنين يا معلم نملة. صباح الفل يا معلمة. يسعد صباحك يا سي عباس. أنا جاي لك مخصوص علشان أسأل عليك. سألت عليك العافية يا أخوي. أيتها الخدمة. أيوة يا أخوي اعمل معروف، راجع مع الواد ده الحساب لحسن أنا ماليش فيه. من عينيا، وريني يلا يا بندق. اتفضل يا سي عباس. يا أخوي أنت هتقعد؟ أما صحيح ضلالي. إيه يالا؟ بتسنسر من معلمة 250 قرش؟ دي مش اسمها سنسرة يا سعباس، دي تبقى سرقة. ليه يا قف كده؟ الأمانة حلوة.
اطلب اللي انت عايزه وانت تاخده. انت عارف ان المعلمه بحبوحه وايدها فرطه، لازمتها ايه بقى قله الذمه؟ بس يا عباس انت غلطان في الحساب، تعالى راجع نفسك انت معلمه. لا انا هعرف اجمع ولا اطرح زي عباس. خلاص بقى يا عباس. مفيش حاجه اسمها خلاص، اسكت انت. اسمع انا. نعم. الحق حق. يا تطلع بال 250 قرش يا تقلع المريله وتتكل على الله. بقول لك انت مالكش معايا اي كلام، انت هنا زبون وبس. اي نعم انا زبون، بس صاحبه الشيء كلفتني بمهمه وكشفتك يا حرامي. كنت تقدر تعمل كده لو المعلم نمله موجود؟ ولا خلاص يا ولدها الراجل راح ورا الشمس وانتوا هتاكلوا ماله؟ بقول لك ايه، ال 250 قرش انا هدفعهم من جيبي من شقايا وعرق جبيني، انما انت غلطان في الحساب. بس يا عباس اتفضل. طب هات يا عرقان. ايوه جاي. اي خدمه. ان شاء الله تسلم يا عباس. حكمت المحكمه حضوريا على المتهم حنفي مدبولي ابو العنين الشهير بنمله بالاشغال الشاقه لمده 15 سنه. رفعت الجلسه. مالك يا معلمة؟ دايخة من الكتمة اللي انت قاعدة فيها طول النهار. ده كفاية الهاب وبتاع المعسل وانت عمالة تشم فيه من ساعة الصبحية. لا مش كده، خدي بالك من صحتك. طب اعمل ايه بس يا سعباس؟ يا سلام، شوفي حد يباشر القهوة وقعد انت في البيت معززة مكرمة. يا دوب تشقري بس، انما كده حرام. انا فكرت في الحكاية دي، وكمان فكرت اعرض الامر عليه. اعمل لك ايه؟ انت بقى اللي فتحت السير. انا لا يا ست زينات. لا 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 لا، اولا دي مش شغلتي وما فهمش فيها، وبيني وبينك انا احب اقعد على القهوه زبون زبون وبس. هو في حد مؤتمن الايام دي يا سعباس؟ والله عندك حق يا اختي، بس انت دوري برضو على واحد يكون مؤتمن ان شاء الله حتى نص نص، وبعون الله هيبقى امين 100%. طول ما انا جنبك ما يقدرش حد يسرقك يا ست زينات، ربنا ديم المعروف. والله انت فيك الخير يا سعباس. وبعدين تعالي هنا، انت لازم تفك عن نفسك وتشوف الدنيا. الدنيا مش الحارة والقهوة وبس، لا الدنيا واسعة قوي يا ست زينات. البيرة دي ماليش تقول عليها، راسي بتلف من اول كوباية. طب اشربي نص كوباية تقوم راسك تلف نص لف. يسترك يا سعباس، خرجتني من الحارة. يا خرابي، ده انا كنت مكتومة فيها كتمة الفول المدمس. الدنيا شرحة وبرحة وحلوة وبتحب الناس الحلوين اللي زيها. ربنا يفك سجنك يا معلم. يا ستي الايام قريبه قوي. ال 15 سنه. سنه السجن 9 اشهر، يعني صاف المده 11 سنه وكذا شهر. برضه عمر، وهم ال 11 سنه دول شويه؟ دول احلى 11 سنه في عمري، هم ال 11 سنه اللي جايين دول. يا خساره، هعيشهم عيشه الارامل. اكلم نفسي. ربنا بيفرج الكروب كلها يا ست زينات. بقولك ايه؟ ايه؟ ما تشربي كوبايه البيره على بعضها عشان دماغك تلف لفه كامله. ربنا يقدرنا على فعل الخير دايما يا رب.
انا ما شفتش حد. بقول لك ايه، ما تطلع معايا اعمل لك كوبايه شاي. ست زينات؟ نعم. انت ست متجوزه؟ هو فين؟ لا معلش، انا معاهد نفسي ابعد عن الحرام طول عمري. انا ماليش سكه الا في الحلال. هو في احلى من الحلال في الدنيا؟ بس ازاي؟ ازاي دي بقى يبقى نفكر فيها بعدين، لكن دلوقتي تصبح على خير. طب اقول لك ايه، تعالى معايا وصلني لغايه السلم لحسن، بخاف من القطط. حاضر. نفسك وبعدين معايا. طب والله العظيم بخاف من القطط. طول ما انت معايا ما تخافيش. تصبح على خير يا سعادتي. وانت من اهل وزنك. خليك واقف لغايه ما اخلص، اوعى تمشي. ما انا واقف اهو. يومي يوما، مش قلت لك؟ لا مظبوط. امشي يا قط. اهمش، اطلع ما تخافيش. تصبح على خير. انت من اهل. أيما ايه الناو؟ انت مشيت؟ لسه. القانون واضح وصريح، من حال تطلب الطلاق وتاخد حكم من اول جلسه. على بركه الله يا استاذ، ارفع قضيه بس تكون مستعجله. ايه رايك يا ست زينات؟ اللي تشوفه يا استاذ. انا هقول ايه؟ الامر لله. الحكم بالطلاق يا نمله. الراجل يسلم دقنه لاي ست يستاهل مؤبد. امضي بالاستلام. امرك صعب يا باشا. أنا اللي هوكلك بإيديا. ودي كمان علشان عليا.
ما جعلنا جار وله عينين. خد يا بندق. عينينا معلم. خد بخمسه جنيه بخور وكتر عين العفريت. من عناية معلمة. صباح الخير يا رجاله. صباح الخير يا معلمة. الولد يقش. قصدك الولد ياكل كل حاجه ويكوش على كل حاجه. ربنا يسترها معاك يا معلم نمله. العب. علي الرد شهر هذا محروس. لحسن صوت الزبائن بيخربش وداني وبيجيب لي وجع في الدماغ. هذا معلم. كبسيني يا زوزة. من عناية يا تعبي. ايه وقفت ليه؟ انا كده حبر. ما تخافش، انا دلوقتي حدف فيك يا مهر. يلا بقى زوزة، ده احسن بريت. حالا حالا حدث فيك يا حبيبي حالا. استف يا مهر، استف. شو قلت لك حدث فيك يا حبيبي؟ ايه ده؟ الدفع. الدفع يا مهر. ايه ده؟ الفلوس دي بحق وحقيقي؟ امال مزورة؟ طبعا بحق وحقيقي. بتاعت مين الفلوس دي؟ بتاعتي، شقايا وشقى المعلم نملة. معلم نملة؟ وكانت فين الفلوس دي؟ كانت في عشة الفراخ اللي فوق سطوح. النهاردة بس نزلتهم يا مهر. أصلنا كنا بنخاف نحطهم في البيت. كل النعمة دي في عشة الفراخ؟ كتير. مش خايفة عليهم لا يسرقوا؟ لا، كنا خايفين عليهم من الحكومة يا حبيبي. الفلوس دي لو كانت الحكومة شافتهم كانت اتصدرت مع الحشيش. على العموم الفلوس مطرحها مش البيت، مطرحها الأمين المؤتمن البنك، وهو بالمرة تشتغل وتزيد. جرى ايه يا سي عباس؟ أمال أنا جايباهم العيشة ليه؟ حد الله، بيني وبين فلوسك ربنا يا زوز. إذا كنت أنا سلمتك نفسي وحياتي هخاف على فلوسي؟ أنت راجلي وبقيت صاحب التصرف. الفلوس دي لازم تتحط في البنك وديعة باسمك. يا أخوي أنا عمري لا رحت بنك ولا أعرف سكته. وماله يا أختي لما تروحي وتعرفي السكة؟ أقول لك الفلوس دي تتحط باسمي واسمك، مش إحنا بقينا واحد زي سي عباس؟ يا زوز الفلوس دي مش هتزودنا حتة. كل اللي بنطلبه من ربنا الصحة والستر ويخليكي ليا. بقول لك إيه، هتتعشى يا سي عباس؟ لا، الأكل آخر حاجة الواحد يفكر فيها، لسه في قبل الأكل حاجات كتير قوي. زوز ولا عينا في حمايتين. ما عنديش نفس أسحب من غابة الجوز. لو عندك سجاير أعمل لي صاروخ. صاروخ إيه؟ إحنا هنروح المريخ. الصاروخ ده خلاص موضة بطلت من زمان، دلوقتي اخترعوا إلا أعلى منها. زوزة ها، احنا هنكنك. روحي حضري السبرتاية وكنكة القهوة. اللي تشوفه يا سي عباس. ربنا يخليكي ليا يا زينات. يا اهلا 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 اهلا. ايه الحلاوه دي؟ ايه العسل ده؟
امال لما تدوق البسبوسه هتقول ايه؟ ده انا هقول ايه ولا ايه ده يا عباس؟ ده اكسير الحياه اللي غطى على الصاروخ. اضربي على مره واحده وانت تمشي فوق النجوم برجليكي. اضربي. حاسه بايه؟ وصلتي؟ حاسه بحاجة طبقة على صدري. طب قومي مشي رجليكي شوية وانت توصلي لفوق، لفوق قوي. حاضر. كلهم في امانه الله، فجاه كده طبت ساكته. ازاي في حياتك؟ لا ما تقولش كده، ده انا موتك. اكشف عليها تاني، رجعها. واضح انها ازمه قلبيه حاده. انا مستني حضرتك بقى. ازمه قلبيه؟ ازمه قلبيه؟ ده كان قلبها زي الحديد يا اختي. القمر بيد الله، اهدى يا اخويا وما تعملش كده في نفسك. اروح فين من بعدك يا زيزي؟ يا زيزي يا زيزي يا زيزي يا زيزي. مع السلامة يا حبة عيون يا حنينة، وبلاش تزعلي مني، انت اللي قتلت نفسك يا روحي لما غطيتيني بالفلوس، وانا بقى بخاف من الغدر. الف رحمة ونور. مع السلامة. طارت زيزي. يعني قتلتها عشان تكوش على القرشين وتعمل دكان الجزم؟ انا ما كانش قصدي اقتلها، انا كان قصدي اشوفها وهي طايره بترفرف بجناحاتها. وهي طارت على الاخره يا مو. ما فاضلش غير الضيف العزيز الاخ بتاع الكوبايه. ابعدوا عني، انا ما عنديش حاجه اقولها. لا ما روح ماما جرايا. يلا انت فاهم نفسك قاعد في وسط شويه عيال ولا ايه؟ لا حبيبي الدور عليك، ما فاضلش الا انت. فعلا ما فاضلش الا انت، اعمل حسابك اعترف قبل الشمس. لو حياة امك انت وهو ده، انتوا كدابين كده. ايه كلكوا عجينه واحده، عجينه فاسده عاوزه تفسد كل اللي حواليها. وانا اللي كنت فاكره هتقول الحقيقه بجد. انا فين في الحقيقه دي؟ ايه ما حدش جاب سيرتي ليه؟ اذا كان سمير هو اللي ذبح، مين اللي قطع؟ مين اللي سلخ؟ مين اللي قاعد ينهش؟ جرى ايه عزه بيه؟ ما جبتش سيرتي ليه؟ ها؟ ولا انا مش محسوبه عندك؟ لا 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 محسوبه وكل حاجه، انا مفيش بيني وبينك الا كل معروف. الله الله الله، احنا قاعدين في القعده طراطير ولا ايه؟ انت اخويا بتحكي اللي على مزاجك وبتنسى تحكي اللي مش على كيفك. هو عمل ايه؟ هو اللي سلخ الذبيحه. عزت بيه طلبني اقضي معاه ليله في اللوكانتا على اني مراته، ودفع لي الدبل. ليلتها حبيته مش عشان الفلوس، عشان عملني معامله الستات المحترمه. كان حنين معايا قوي، كنت بستعجل الوقت عشان انا وهو نبقى لوحدنا كده. عزت، ولما بقينا لوحدنا وقفنا قدام بعض عرايا، غرق جسمي بدموع، كان عاكس. قلت له ليه؟ طالما انت كده تحرج نفسك ليه؟ بلاش. قال لي الحقيقه، اتاري ولاد الحلال قالوا له يمكن بتتكسف من مراتك، جرب مع واحدة من اياهم اللي ما بيعرفوش الكسوف. صعب عليا، هتقول الجنس ده مسألة سخيفة جدا، الحنان هو المتعة، قمة المتعة. كنت خايفة،
خايفة العجز في حاجة يتحول لعجز في كل حاجة. لكن غلبني عزت بيه. أول واحد اداني سجارة حشيش، أول واحد اداني الشمة، أول واحد جابني الغرزة هنا وكنت دايما ضيفة عليه لو تفتكروا. ولما بقيتش أقدر أستغنى بطل يدفع، قال لي نبقى إنجليز. إنجليز إيه؟ إنجليز إيه وتمن تذكرة الهيروين محتاج إن أنا أبيع نفسي 3 مرات على الأقل؟ برضو ندل؟ لا مش ندل، أرجوكم مش ندل. أنا ما عنديش، أنا قلت نبقى إنجليز لأني ما لقيتش حاجة عندي، يا دوب كل واحد يكفي نفسه. فرق كبير بين الندالة والعجز. أنا بقيت عاجز في كله. أدي اللي سلخ. عاوزين تعرفوا بقى مين اللي نهش؟ إيه؟ أنا لما شفتك قاعدة في الغرزة استخسرتك في البهدلة، قلت أصونك وستتك. المهر عمل لي البحر طحينة، قال لي تعالي عندي في المحل موظفة محترمة تقعدي على الكيس وتقبضي من الزباين، يا دوبك تقولي مبروك على الأرض و600 جنيه في الشهر غير البواقي اللي الزباين بتسيبها. قلت الحمد لله، أهي مع التدبير تقضي وربنا يتوب عليا ويسامحني على اللي فات. قول لهم عملت إيه؟ إيه؟ هو أنا طلبت منك حاجة غريبة؟ ليه ما احترمتش التوبة اللي أنت عشمتني بيها؟ المهر باشا لما المحل كان يبقى فاضي يندهلي عشان اراجع مع الحساب في مكان اكل العيش مكان التوبه. ولما قلت لا قال لي انت ما تنفعيش في الشغلانه، ما بتعرفيش تحسبي، حركتك ثقيله مش خفيفه. مصيبه ان الواحده تبقى بنت ليلي، لكن وهي حره هي بتهون شويه. لكن لما تبقى مش حره ومرهونه على ذمه قرد زي المهر ب 600 جنيه في الشهر يبقى انا هتابع عتابين. ما كانش لازم اجي النهارده، اللعبه بايخه. العدل له قواعد يا ناديه، المجرم الحقيقي هو اللي ذبح، ولولا الولد السكير ده ما كانتش المصايب تتوالى، عشان كده لابد من سماع اقواله. اسمعوا زي ما انتوا عايزين، ما بقاش يهمني. ما تتكلم يالا، اتكلم، ده انت فضحتنا. انا غيركم وانتوا غيري، انا اذا كنت غلطت مره فانتوا غلطتوا مليون مره. لا 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 لا، دماغنا صوتك ما يعلاش، وافهم كويس انت بتتكلم مع مين. مش هيتكلم وهو فايق، لازم يوصل لمستوانا، لازم يعمل دماغ. يعمل دماغ بسيطه، شد وانفخ وغني. ابعد الابعد عني. كتير الغلط كتير، النعمه هبابه كتير. طبعا لو قطعت تذكره في اغلى مسرح مش هتتبسط كده. ايه فكرك الجوه دي كلها شغاله لحسابك؟ لا انت مش قاعد تتفرج، انت واحد من جوه ودورك جاي. انا مش منكم، انا حاجه تانية خالص غيركم. انا ما عنديش حاجه في حياتي تخليني اتسطر. انا ما قتلتش يا عباس يا مخر، ما قتلتش عشان اسرق زي اوسخ حرامي. انا ما ضربتش العداله يا عم طلعت، ما نصبتش الظالم ونكبت المظلوم اكتر. انا ما كدبتش كدب على نفسي وصدقتها يا عزت بيه يا حلو يا مسمسم. لا ده انتوا مش محتاجين تتسطلوا وبس، ده انتوا محتاجين تعيشوا في غيبوبه على طول علشان تنسوا كل حاجه، انما انا لا. ما جبت سيرتي ليه يا سمير؟ انت اللي بعت نفسك بنفسك. ومين السمسار؟ مين اللي عرض البضاعه؟ مين اللي فتح المزاد ودق الجرس؟ مين اللي وعد وخلي؟ مين اللي باع نفسه قبل ما يبيع غيره؟ انا واحد كان نفسه يبقى غني وبسرعه واللي زي كتير. صحيح انا اذيت نفسي بسبب الحكايه دي واذيت غيري، انا حسبت الحكايه غلط مش اكتر. والست اللي قد امك اللي انت متجوزها تطلع ايه؟ ده انت لو اي واحد شاور لك وفي ايده 100 جنيه تجري وراه وتعمل اللي هو عاوزه. كلنا زي بعض، زباله وريحتها فايحه. لكن انا مش زيكم ابدا. مالكش دعوه بينا، هات التفاصيل. خلاص ما عنديش حاجه اقولها تاني. يوه دماغه ناشفه. الولد ده مش هيعترف الا بالتعذيب. لا تعذيب بقى طلعت يا فندي لا سمح الله. واعترف بالتخدير الكامل المركز. ادي تذكره هروين ابيض بيور مش مخلوط، ثمنها 2000 جنيه. مش خساره فيك ابو سمره عشان تشعشع وتقول كنت عايز تبقى غني ازاي وباي طريقه وجيت وراها هنا ليه؟ عشان تاخدها شقه زبون وتقبض عليها العموله. انت شكر. انا مش زعلان، انت حبيبنا كلنا. Thank you.
اضربوا ايه يا حمنجاوي؟ ثبت على دي بقى يا حبري. يا وسطين يا اولاد الكلب. تعالى فظيع فظيع. اسحب من مناخيرك يا بخته. عمرك ما هتسمع كده. كمان كمان. مية مية. مية مية. تعال طير. تعال طير. كتير زي العصافير. كتير زي العصافير. شفت لك. حسيت دلوقتي بينا زي بعض. طايرين يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. هو ما جاش يطير معانا ليه؟ اصل مخاصمك يا طلب. هو مونون ونونه متكلفه. تعالوا نطير له ونشوف ايه الاخبار. يلا. كتير زي العصافير. لا نام. ايه لازم يفوق عشان يتكلم. اصحى جرد المايه يا حرب عيني. جرد المايه ليه؟ ما احنا ناخده هناك. المايه كتير. ميه كتير زي العصافير. فين المايه دي؟ هو ما بيعومش ليه؟ مسطول. كرسته حجرين. باي 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 باي. احنا ما اتفقناش هنتقابل بكره انت. ومن انت بنتفق يا مهر. هي الفرصه ليها بيت. الليله الجايه هنلعب لعبه كتير. ايوه بس المهم نصطل. خلي خدام الصوت. احنا مصاطير.